هاتفيا سيد الوزير السابق هشام زعزوع وزير السياحه سابقا. يعني بنرحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النيل للاخبار وفي برنامج المجله السياحيه، ويمكن بنتكلم بالاساس عن اهم وابرز الملفات المطروحه الان امام وزاره السياحه والاثار بعد التشكيل الحكومي الجديد، ويعني الى اين تتجه يعني انظار العاملين في قطاع السياحه تحديدا الان. اهلا وسهلا يا فندم وشكرا على الاستضافه. والله ابرز الملفات هي نفس الملفات اللي كان الوزير السابق احمد عيسى كان اتكلم عليها، واعتقد هي مستهدفات لوطننا العزيز مصر خلال الفتره القادمه، اللي هي زياده اعداد الحركه السياحيه لمصر. يعني ده العنوان الرئيسي، وتم تحديد رقم 30 مليون سائح في الاول، قالوا لعام 2028، وبعدين حاليا بيقولوا نحقق هذا الرقم في 2030. اذا حطينا الرقم ده كمستهدف وهو مش صعب الحصول عليه، يبقى في شغل كتير جدا، ملفات كتيره جدا تحتها لازم نشتغل فيها. انا الحقيقه اذا اذنت لي اتكلم بصراحه شديده، اذا اتكلمنا على مستهدفات بهذا الشكل ما شفتش لغايه دلوقتي حد رسمي او مسؤول، وانا مستبشر خير بوجود الوزير الجديد شريف فتحي الصديق العزيز اللي اعرفه كويس، وكان وزيرا للطيران قبل كده. اعتقد انه هيعيد النظر في كيفيه تحقيق الرقم دوت، لانه الرقم ده بالنسبه لمصر لن يتحقق الا بزياده ساعه المقاعد وحركه الطيران الوافده لمصر. يعني على سبيل المثال وهدي لحضرتك بعض الارقام اللي انا شخصيا يعني حسبتها، 30 مليون سايح، لو افترضت ان متوسط اقامه سايح في مصر هي 7 ايام، انا بتكلم على المعتاد، يعني في طبعا بيقولوا متوسط الاقامه 10 ايام، لكن خلينا لتسهيل الحساب 7 ايام، يبقى انا المفروض استقبل لو قسمت الرقم ده على 52 اسبوع يبقى 577 الف سائح كل اسبوع، ده المتوسط. إذا كان متوسط طائرات مقاعد طائرات 200 راكب في الطيارة، قول 180 وبفترض إن هما بالكامل جبناهم، يبقى أنا محتاج حوالي 2865 طيارة كل أسبوع. يعني أنا بقول الكلام ده ليه يا فندم؟ عشان المسؤول يحط أرقام قدامه ويبدأ يشوف يقدر يحقق الأرقام دي في التواريخ اللي تم تحديدها من عدم ولا لا، وازاي يوصل لها؟ لان بدون ما تحط برنامج وبدون ما تحط مستهدفات تحطي حواليها المستهدفات رقميه مش هنقدر نحقق الكلام. يعني على سبيل المثال برضو احنا في 6 نوفمبر في الكوب 27 في شرم الشيخ وصلنا لاعلى عدد رحلات وصلت شرم الشيخ وهي مدينه سياحيه متميزه، كانت 318. قارني بقى 318 في مدينه واحده سياحيه واضربيها حتى في 4، يبقى اقل من الرقم اللي احنا المفروض نحققه في 2030. يعني مواجهه التحديات دي يا فندم يعني ايه سبل؟ ما هو بص حضرتك احنا بنتكلم كتير بناخد وندي، انا الاوان ان احنا نتكلم بطريقه علميه، نتكلم بطريقه محدده. يعني انا بقصد اقول انه بحط مستهدف لازم اكون اصلا عملت دراسات، وانا ما شفتش حد طلع قال كيفيه تحقيقه. انا لا من وجهه نظر حضرتك يا فندم، يعني وحضرتك طبعا خبير في مجال السياحه وكنت وزير للسياحه بالفعل قبل كده، يعني ازاي نتغلب على هذه التحديات ونحقق هذا المستهدف في السنوات القريبه القادمه الوصول ل 30 مليون سائح؟ ما اول حاجه ان احنا نقعد فريق عمل من الخبراء مع المسؤول الاول اللي هو الوزير ومجموعه العمل معاه والاتحاد والغرف والخبراء في قطاع السياحه، نقعد نحلل الارقام دي نمره واحد، نشوف نقدر نحققها ازاي. عشان احقق الارقام دي اول تحدي ان انا ادي تسهيلات رئيسيه واشوف المعوقات لحركه الطيران الدوليه اللي بتيجي مصر. في حركه بتيجي وزادت السنه اللي فاتت زادت 28%، لكن انا عشان اوصل للمستهدف ده يبقى يجب ان انا اشوف كل مشاكل الطيران. وانا سعيد بقول لحضرتك ان شريف بيه فتحي النهارده هو الوزير المختص وهو وزير طيران يفهم في هذا الملف تماما، فيبقى لازم اشوف نمره واحد في مجال
الوصول للمقصد السياحي المصري مختلف المقاصد السياحيه الداخليه، ازاي اشجع الطيران الدولي بمختلف انواعه انه يجي، وعلى راسها الطيران منخفض التكاليف، لان ده يعتبر طيران منتظم بيخش السوق اي سوق اي مقصد ما بيطلعش منه بسرعه شديده. دي اول تحدي. ياتي بعديها بفترض ان احنا نجحنا نحل ده وبدات الاعداد تزيد، وهي الحمد لله زادت. انا في رقمين مش واثق منهم، اتقال السنه اللي فاتت وصلنا 14.3، في بعض الارقام اللي وصلتني 14.9، يعني زي سنه الذروه اللي احنا دايما بنقيس بيها 2010. يبقى احنا ماشيين في السكه الصح. ليه؟ لانه اهم حاجه تحققت غير حتى الايام اللي انا كنت مسؤول فيها، اللي هي الاستقرار الامني. بمجرد يبقى في استقرار امني، حتى المقوله الانجليزيه بتقول نو نيوز جود نيوز، فما دام ما فيش اخبار سيئه لا سمح الله طالعه، كان عندنا انفلات امني، ارهاب، حوادث طرق، الى كل ده الحمد لله ما دام مش موجود بيحقق لك اول سبب يزود حركه السياحه لاي مقصد. احنا دلوقتي نشتغل على الطيران، نشتغل على بقيه الملفات المرتبطه بتحديد، يعني مثلا اتقال احنا لازم نزود عدد الغرف، تمام، بس انا اولى اشوف مشاكل الغرف المغلقه حاليا، والجزء من العمائر لو رحت الغردقه او اي حتت من الحتت الصحيه تجد مباني كثيره لم تستكمل. صحيح. اجيب اصحاب المنشات دي ونقعد معاها ونشوف مشاكلهم ايه، اذا كانت مشاكل تمويل نحاول نجد طريقه عشان نخلص دول قبل ما ادور على المستثمر الجديد اللي هيبني فنادق. انا ما بقولش ما يجيش، اهلا وسهلا، لكن استغلال بالفعل الموجود منها الاستغلال الامثل. وتذكري حضرتك واعتقد ان الخبراء يقدروا يوافقوني، انا عشان يبقى عندي حركه استثمار فندقي، يعني ابني فنادق جديده ومنتجعات الى اخره، بتيجي من ملاحظه المستثمر المرتقب او المحتمل ده انه في حركه سياحه متزايده جايه المقصد السياحي. يعني لما يشوف انه الكيرف المنحنى بتاع زياده اعداد السياح اللي بيجوا يبقى اوتوماتيكلي هيبقى ده مغري ليه ان يجي يحط استثمار في هذا المجال، وده بدا أكيد. لكن انا بقول لحضرتك يعني دي ابرز، بخلاف بقى تجربه السايح وحسن معاملته، وجود المرافق الرئيسيه الادميه في المناطق السياحيه المختلفه. صحيح. زي الهرم، تواليتات، الى اخره، يعني وتنظيم التعامل مع السايح. انا مش عايز اخش في كل التفاصيل، مفيش وقت يعني نتكلم فيها. تمام. في الحالي يعني. تمام. الوزير هشام زعزوع وزير السياحة سابقا، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل طبعا الرأي ووجهة النظر اللي أكيد يعني أكيد وجهة نظر تؤخذ في الاعتبار. يمكن الكلام بيتفق كمان مع كلام حضرتك أستاذ رامي.